قوة وإرادة الشعب العراقي التي مثلتها قوة تشرين البطلة هذه لا لبس فيها، أعطوا دلالات كثيرة على أنهم تيار مدني في قانون تكميم الأفواه، في قانون المحكمة الاتحادية، في شعاراتهم التي خرجت. لكن الآن حتى المتغيرات التي حصلت في المنطقة كالقضية الحوثيين وقضية سوريا وقضية الأخوان المسلمين في مصر كان إلها راعي دولي، كان هو الذي يمارس هذه السيناريوهات. هذا يوديني إلى سؤال، أن هذه المتغيرات الدولية التي جاءت بأفلها في مناطق معينة هل سيكون لها أثرا على الانتخابات العراقية أو على خارطة الانتخابات العراقية؟ نعم أنا قبل سنتين وثلاثة وأكثر حتى بلقاء شخصية ويا جناب أكو معروف خطابي تقدر تراجعه. أنا شو تقول؟ الأمريكان أما أن يحسموا على مبدأ الأغنية مال يقول اللي شبكنا يخلصنا، ماكو هم اللي سووا هاي الدقة من 2003 اليوم، هم أو يسحب يعني ينفض أيديهم من العراق ويتركوا. الآن بدأ هذا يحصل، الأمريكان يتوخروا وهذا جيد وهذا أفضل. الأمريكان اللي احتلوا البلد وأسسوا هذا النظام واللي تسلط فيه الفاسدين والقتلة ووصل العراق إلى هذه لحظة الخراب التاريخية والتشرد، هذا متى تقدرون تحلوه؟ أوكي، بس لا تظلون تدعمون الفاسدين. الآن حتى دعمهم للفاسدين بعد ما يأثر، لأن هذه قوة الشعب عندما تنهض الحقيقة. عوفك أن الأعداد 20 مليون ناهضين، 5000 ناهضين، ولكن ما يحصل في ذيقار وفي بابل هذه المدينتين مدينة الأحرار الحقيقة، وما يحصل في الديوانية وفي السماوة، هذا كل علامات حقيقة على اقتلاع هذا النظام. عندما يعطي الشباب دمه لغرض اقتلاع محافظ فاسد هنا ومحافظ فاسد هناك، هذه بداية لاقتلاع النظام. فعن أي انتخابات يتحدثوا؟ والأمريكان يتحدثوا عن أي ديمقراطية؟ ما راح يصير هذا الشيء. الآن التراجع الأمريكي كبير، هذا لأول مرة يحصل، بالمناسبة ما حصل في أي إدارة سابقة، يمكن حصل في إدارة كارتر عام 78 إذا تقرأ التاريخ. ايضا حصل نوع من التردد في التعاطي مع ملفات الشرق الاوسط، وانتهى بوصول الخميني الى السلطه واشتعلت الحرب على ذاك عام 80 بين العراق وايران، استمرت 8 سنوات. جو الجمهوريين كفوها ورا 8 سنوات استاذ احمد، ثم انها فاقول الان نفس لحظه التراجع الامريكي، وهذا مهم، وهذا مهم النقطه الاساسيه في الارتكاز. هذا ما حصل لولا ثوره تشرين يا اخي، حتى اسقاط الطائره الاوكرانيه، حتى مقتل سليماني، كله بسبب فعل ثوره تشرين. لذلك الايرانيين المتشددين في النظام حقيقه يصفوا كل شخص الحقيقه هو داعم اساسي للثوره والثوار تشرين، يعتبرون ثوره تشرين الحقيقه طعنه اساسيه في قلب النظام في ايران.